تعالى بقى اقول لك مفاجأة مفاجأة. امبارح كان المسؤولين عن الكورة في مصر توصلوا لاتفاق رسمي مع هيرفي رينارد. معلومة بس خلي بالك برضو مش عن طريق الاتحاد ده، احمد دياب نائب احمد دياب له كل الاحترام والتقدير رئيس رابطه الانديه المحترفه هو اللي تواصل شخصيا مع هيرفي رينارد. تمام، يعني مش الاتحاد برضو اللي واخد القرار، تمام، ولا بيتفاوض. اللي خلص القصه مع هيرفي رينارد هو نائب احمد دياب. والمفاجاه الاكبر يا جماعه ان الراجل رينارد رحب بتدريب منتخب مصر الاول، قال لهم يا جماعه انا ما عنديش مشكله بس معلش عندي طلب. ده كلامه مع النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه. ايه هو الطلب يا عم رينارد؟ قال لك انا بس لغايه شهر 7 أو 8 مش هكون موجود، بس هبعت لكم الجهاز الفني بتاعي يدير الماتشات اللي جايه عقبال ما انا اخلص مهمتي مع المنتخب الفرنسي واجي لكم. تمام؟ طيب، طب الفلوس؟ خد بقى المفاجأة الأكبر، اتفقوا مع رينارد على 100,000 دولار. أنت بتقول إيه؟ أه والله 100,000 دولار، فكرتني فيديو كده بشوفه بيضحكني جدا بتاع حد على تيك توك كده. في حد كده في الخلفية ده يقول لك أنت بتقول إيه؟ إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ أهو بالظبط كده، أنا زي ما بقول لك كده. أنا عندي صفقة مدربين. الناس بصوا يا جماعه الامانه، الراجل في الصوره ده ناس كتير كانت بتحلم ان هو يمرن منتخب مصر. بصراحه عنده تجارب كبيره، زامبيا، المغرب، السعوديه، كوت ديفوار، خد بطولتين افريقيا. والمهم ان تم التوصل الاتفاق معاه ب 100,000 دولار. اذ فجاه القرار اتغير من وزير الشباب والرياضه عشان حضراتكم تبقوا في الصوره والقصه تبقى واضحه بالنسبه لكم وتبقوا عارفين الكواليس بالظبط بأدق التفاصيل. فدي مفاجأة من ضمن المفاجآت اللي الواحد عرفها النهارده وبرضه حبيت أبلغكم بيها. كده أنا حطيت حضراتكم في كل الكواليس. طيب، اتكلمنا على الاتحاد، انتقدنا الاتحاد. يستحق الانتقاد؟ أه يستحق الانتقاد ونص. ماشي؟ هل احنا متجانين يا جماعه على الاتحاد؟ والله أبدا، والله العظيم أبدا. سيب بقى الملف ده على جنب، خلاص شيل بقى صورة الاتحاد. لكن الأهم الآن حان وقت دعم الكابتن الكبير حسام حسن.